الوصلاء. يعني كلش سعيدة اليوم أكون في بلدي وأكون في مهرجان بابل. ما تعرف شنو يعني لي هذا المهرجان. أول ما دخلت المسرح رجعت فلاش باك طفولتي، لأن أنا أحد المشاركات في مهرجان بابل الدولي الرابع في سنة 93، فكان يمكن عمري 13 سنة لعبت منتخب وطني واشتركت ويا دار الأزياء العراقية في هذا المهرجان، فقدمت على هذا المسرح ملحمة أنكيدو وقلقامش وآشور باني بال وألف ليلة وليلة، فكان من أجمل المهرجانات. فأول ما دخلت عادت بي الذاكرة ورجعتوني لعمر جميل جدا. أنا آتية من بيروت من عالم الشعر والثقافة وأيضا التلفزيون، وفخورة جدا بهذه المشاركة الحقيقة. أول مرة أشارك، فخورة سعيدة، تعرفت على الكثير من الشخصيات والأسماء بعالم إن كانت الثقافة، الرواية، الشعر، الأدب، وأيضا بعالم الفن. فإذا وأنا أقول أجمل ما يحدث في المهرجانات ما يحدث على هامشها، وأيضا كيف إذا كان المتن في قلب هذا البلد العظيم. طبعا الأهمية كلش كبيرة، حكم انه هو يبين للعالم حضارتنا، يوصل لهم انه مدى أهمية الحضارة واحنا نعتز بها بحضارتنا بأزيائنا. بهذا اليوم احنا شلون نقدر نوصل للعالم؟ من خلال الأزياء اللي احنا نقدر نوصل لهم فكرة بها، من خلال مثلا نقدم فد عرض مميز يوصل لهم فكرة تاريخنا، إرثنا اللي احنا نعتز به دائما. فقراتنا اليوم راح تكون هو عرض أزياء تاريخية وفلكلورية، وراح تكون فقرة من عندها أزياء فلسطينية. بلا شك انه احنا اول الحضارات، واللي يغني على هذا المسرح اكيد يشعر شعور يعني فشيء الى فخر، يعني لان احنا اول الحضارات، والغناء على هذا المسرح الى طعم خاص صراحة. لان انا مجرب، صار هاي المشاركة الرابعة راح اغني ان شاء الله. احس الان اليوم راح يكون الجمهور يعني مو مختلف، هو نفس الجمهور بس جيل جديد وأجيال قديمة، راح يصير ميكس جميل. يعني إن شاء الله نقدم في شيء حلو.